FM. دعيت للمشاركة في هذه الدائرة المستديرة لمؤسسة تليلي للثقافة الديمقراطية للحديث عن إشكالية التجربة الديمقراطية في ليبيا منذ الاستقلال. والغرض الحقيقة من مداخلتي هو يعني لفت النظر يعني الأشقاء في تونس أنه هناك جذور حقيقية للديمقراطية عريقة جدا منذ ما قبل الاستقلال في سنة 1946 و47 وقبلها، وممتدة حتى الآن. أن هناك عموم الشعب الليبي الغالبية العظمى منه تنشد إنشاء دولة مدنية حديثة تعددية ديمقراطية في احترام لحقوق الإنسان، في احترام للحريات العامة، تقوم على تبادل السلطة وعلى فصل السلطات، دولة مثل العالم كله. هناك محاولات، هناك صعوبات كبيرة جدا ومعوقات كبيرة جدا، هذه الحقيقة. الصراع المسلح والقتل والاختطاف وكل مظاهر الإرهاب اللي موجودة، هذه معوقات، ولكن مع ذلك هناك إصرار وقوة. وطبعا كل العالم، وانتم تابعتوا خروج الناس في طرابلس وفي بنغازي في الجمعة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، وسيخرج الناس وسيفرضوا إرادتهم بقوة، وستقوم الدورة المدنية بكل تأكيد بإذن الله. والله ما يحصل هو نتيجة لحكم الاستبداد لمدة 42 سنة. استبداد منع قيام الأحزاب السياسية، منع قيام منظمات مجتمع مدني وحمايتها وتطويرها، أنشأ ميليشيات مسلحة من أولاد القذافي، ولذلك اللي حاربوا القذافي المجموعات المسلحة استمرت نظرا لأن كسر الدولة، كسر